الأمر الثالث إذا تغلب على الناس، الناس ما لهم إمام ولا لهم ولي أمر، قام واحد فيه شجاعة وفيه قوة وفيه رأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له، يطيعون له، تلزم طاعته، ويمثلون له هذا بعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان الناس في عهده صار فيه فوضى وفيه اضطراب وفيه، فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل وتغلب، تغلب وأطاع له المسلمون فصار إماماً لهم، انعقدت إمامته بذلك. نعم.